قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. مسألة غسيل الأسنان مسألة في غاية الأهمية، البعض منا بيلتزم به والبعض الآخر يعني بيتجنبه. فما رأي العلم والبحث العلمي في نظافة المسألة، نظافة الأسنان؟ هناك أسرار كثيرة لما يسمى السواك. طبعا إحدى الشركات التشيكية حديثا، غريب جدا يعني، أنها قامت بالترويج للسواك، وقالت نتيجة أبحاث طويلة في هذا المجال إن السواك سهل الحمل وسهل الاستخدام ولا يحتاج إلى معجون أو إلى ماء، يمكن أن تحمله معك وتستخدمه بعد وجبات الطعام مباشرة بسهولة. وشيء من الطبيعة، وشيء طبيعي. ووجدوا أنه يحوي هذه المادة، مادة الأراك، هذه السواك تحوي عندما قاموا بتحليلها فيتامين سي الضروري لسلامة الأسنان واللثة، وفيه أيضا مواد تمنع التسوس. إذن في الغرب يروجون لهذه المادة لأنهم وجدوا أن الأبحاث العلمية كلها تؤكد على أن الإنسان الذي يلتزم بتنظيف أسنانه يكون أكثر صحة، حتى يؤثر على الذاكرة. يعني هناك بحث يقول إن نظافة الأسنان والاعتناء بها وتدليك اللثة بانتظام يقوي الذاكرة. يعني حتى هناك أناس لا يهتمون لا يهتمون بأسنانهم، يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة، لأن هناك أعصاب خاصة أو أوعية دموية دقيقة جدا تربط بين اللثة إلى الدماغ. وسمعنا أنه بيأثر على القلب برضو دكتور. وهناك أيضا دراسة، أحسنت، هناك دراسة تؤكد أن نظافة الأسنان تؤثر على سلامة القلب، تقوي القلب. بمعنى آخر، أنك إذا أهملت نظافة أسنانك وأهملت هذا السواك الذي هو مادة طبيعية، يعني لا يمنع أن تستخدم المعجون وفرشاة الأسنان وتستخدم السواك أيضا. لماذا؟ لأن ذلك سوف ينعكس على سلامة الذاكرة لديك وينعكس على سلامة القلب، بالإضافة إلى سلامة الفم والتخلص من الروائح الكريهة والتخلص من تسوس الأسنان وغير ذلك من المشاكل التي تؤدي بالفعل إلى مخاطر كثيرة، يعني الإنسان بغنى عنها طبعا. وعملية تنظيف الأسنان وبخاصة قبل النوم وفي الليل، يعني من الممكن أن تستيقظ في الليل أحيانا وتقوم بتدليك أو تنظيف هذه الأسنان، وسيكون له أثر على القلب والدماغ. سبحان الله. بما نصحنا نبينا الكريم وديننا الإسلامي في هذا الخصوص دكتور؟ النبي عليه الصلاة والسلام معروف عنه أنه كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، كان ينظف فاه الشريف عليه السلام، أسنانه ولسانه وهذا الفم، ينظفه بالسواك، يستخدم السواك حتى في الليل، حيث الناس يظنون أنه لا ضرورة لذلك. في بعض الناس بيستخدموه في الصباح بس. نعم، وهذا طبعا النبي كان حريصا على أن ينصحنا لنتخلص ليس فقط من رائحة الفم الكريهة، بل هو ضروري لسلامة القلب كما قلنا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة تحض الناس على نظافة الأسنان. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني أنت الله، عندما تنظف أسنانك ترضي الله، ليس مجرد عبادة يعني. بالضبط، هي عبادة. حتى لدرجة أنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تطيق هذا الأمر، ولكن بسبب أهمية هذا السواك وأهمية هذا السلوك وأهمية نظافة الأسنان، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو حريص علينا أمرنا بالسواك وشجع عليه وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لذلك الله تعالى وصف هذا النبي بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا دكتور عبد الدائم الكحيل على المعلومة الجميلة دي. بارك الله بكم. شكرا وجزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى.